جبار ذكية ذكية ولا هدف ثاني ولا هدف ثاني ولا هدف ثاني ولا هدف ثاني عن طريق سفير تايدر. ممتازة هذه المتابعة، جيدة جدا لسفير تايدر يتمكن من إضافة الهدف الثاني اللي ضاعت المرة الأولى على السوداني. وأيضا كلمة حق تقال أنه جبار مرر كرة بطريقة ذكية لسوداني ضيع في المرة الأولى، لكن تايدر سفير يختم هذه اللقطة بهدف ثاني مستحق وضروري للمنتخب الوطني. شوف اللقطة عبد الرحمن، جبور بالعقب، انتظر كثيرا هنا سوداني، لكن المتابعة كانت موجودة من تايدر. هدف ممكن انه يرفع من معنوية المنتخب. تايدر لما تشوفه تخلف في منطقة الدفاع